مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحياة أسرار. حلقة النهاردة موضوعها موجود في كل البيوت المصرية أو في الوطن العربي أو في الوطن الغربي. الحقيقة هي ظاهرة سلبية تبقى موجودة في كل المجتمعات، هي ظاهرة الخيانة الزوجية. الخيانة الزوجية بيكون ليها آثار سلبية جدا على المجتمع وعلى الأسرة، والحقيقة أنها بتخلق أطفال غير سويين أو معقدين نفسيا من اللي هم بيشوفوه. والحقيقة مش هقدر أقول هي يعني سببها إيه أو هي نتيجة إيه، مش هقدر أقول هي من الراجل ولا من الست، لان احنا لو جينا اتكلمنا على الراجل كل الرجاله هتقول انا بشتغل وانا وظيفتي ان انا اجمع المال وانا وانا وانا، وتغيبي عن البيت ده بيكون لاسباب. ما تيجي نشوف الست تقول انا كمان بشتغل وبخلي بالي من الاولاد وبخلي بالي من البيت، فبرضو مش المفروض مني ان انا يكون عليا لود كبير او عبء كبير. يعني الحقيقه في رجاله كتير لما بتخون تقعد تقول لك اصلها مش مهتميه بيا، اصلها سايباني، اصلها اهم حاجه عندها البيت والولاد، اصلها ما بتدينيش حقوقي. طب انت قعدت اتكلمت معاها؟ انت حاولت ان انت تيجي على نفسك زي ما هي بتيجي على نفسها؟ حاولت ان انت تعمل حاجه من عندك؟ ممكن تكون هي غلطانه، ممكن هي تكون مش بتقابلك بابتسامة، ممكن تكون مدية كل وقتها للولاد وللبيت، وممكن تكون مقصرة في حقك شوية، بس هي برضو ليها حقوق. للأسف بنلاقي إن الخيانة الزوجية بيبقى أساسها حاجة واحدة، نقطة هي اللي بتلم كل حاجة، إن مفيش نقاش، مفيش عنصر الحوار. ما ينفعش إن إحنا عايشين مع بعض وما نعرفش حاجة عن بعض، عايشين زي الأغراب. أنا داخل مكشر، عندي هموم، عندي مشاكل، مالك؟ مفيش. طب ما هي أكيد هتزهق، أكيد هتتضايق، أكيد مش هتبقى عارفة أنت داخل مكشر ليه، لازم تحكي لها. وانتي برضو ما ينفعش تلاقي جوزك داخل من شغله تعبان، أول ما تقابليه الولاد عملوا المشاكل، عملت النجار، السباك، المدارس، ما ينفعش. لازم نختار الوقت ولازم نختار الطريقة، لازم يبقى في تفاهم بين الاثنين. الاهم من اي حاجه في اي علاقه ناجحه التفاهم، التفاهم والاحترام. لو احنا عرفنا ان احنا نتفاهم مع بعض وعرفنا نتبادل الحوار مع بعض، اي حاجه هنعرف نحلها. ما ينفعش ان احنا مع اول مشكله نقول خلاص انا ما بقتش طايقها او ما بقتش طايقاه. ما ينفعش علشان في ظروف عندنا في البيت، ما دام احنا قررنا ان احنا نبني حياه سعيده او ان احنا نبني بيت بيننا احنا الاثنين، ما ينفعش ان مع اول خبطه او مع اول مشكله نقول خلاص انا مش عايزاه، انا مش عارفه ايه، واروح اترمي في حضن اول حد يديني كلمه حلوه او يديني اي حاجه انا مفتقدها. لان احنا لو جينا شفنا اسباب الخيانه الزوجيه هنلاقي التحضر الزياده عن اللزوم او التشبه بالغرب، هنلاقي التفكك الاسري، هنلاقي غياب احد الزوجين، زوج مثلا ممكن يكون بيشتغل بره المكان او بره المدينه او بره البلد وسايب مراته لوحدها، فممكن مراته تخونه وممكن هو يخونها. وعندنا الانتقال من مجتمع لاخر، يعني ممكن تكونوا مثلا في مجتمع شعبي شويه او عشوائي شويه وترتقوا لمكان احسن فالمغريات تكون اكتر، وممكن بسبب الهجره، ممكن بسبب السكن في المناطق العشوائيه، ممكن عدم التكافؤ، عدم التكافؤ بين الزوجين. اسوأ حاجه في الكون ان انا اتجوز واحد اقل مني في المستوى الاجتماعي، لانه مهما حصل، مهما حصل اجتماعي او ثقافي، مهما حصل ومهما كان فيه من الاول تفاهم وفيه كل حاجه، هيجي في الاخر هتحسوا ان فيه شويه حساسيه هتتخلق بينكم بعد كده. لان الجواز مش حب بس وحاجات لطيفه طول الوقت، اول ما بيتقفل على الزوجين الباب بتحصل مشاكل كتيره جدا. فلازم يكون في تكافؤ ثقافي وتكافؤ اجتماعي، تكافؤ في كل حاجة. الفقر وضيق الحال ده برضو ساعات بيؤدي للخيانة، واختلاف في العمر والمستوى التعليمي وانعدام الثقة بين الزوجين. لما أنا أبقى طول الوقت بشك في مراتي، طول الوقت بشك في مراتي، طب ما هي ممكن تعمل أي حاجة، طب ما أنا كده كده بتشك فيا،
ولما انا اكون طول الوقت بشك في جوزي، طب ما انا بعمل ما بعملش بيتشك فيا، طب ما انا خلاص بقى، ما انا مش ناقص قرف. والاهم من ده كله انعدام الوازع الديني. لو كل واحد طبق الاسلام او اي ديانه، مش شرط الاسلام، لان كل الديانات بترفض الخيانه مش بس الاسلام، لو كل حد حط ربنا قدامه قبل ما يتصرف اي تصرف او قبل ما يسيء للي قدامه. هو عامه الخيانه انا ما بخونش بس الشخص اللي قدامي، الخيانه انا بخون نفسي، بخون عهد بيني وبين اي حد، بخون عهدي مع ربنا، بخون عهدي مع الشخص اللي قدامي، بخون عهدي مع نفسي. فالخيانه بس ما بتنحصرش بينك وبين الشخص اللي قدامك، قبل ما بتخون اللي قدامك انت بتخون نفسك. فاهم حاجه ان احنا نتفاهم مع بعض، اهم حاجه نشوف النواقص عندنا، بدل ما نلاقي غيرنا بره بيهتم وبيشوف ايه اللي ناقص وبيديهولنا. لان سواء الزوج او الزوجه بيكونوا فريسه سهله جدا لاي حد من الخارج ان هو يصطادها، عنده نواقص والزوج بيشتكي والزوجه بتشتكي، فكله بيلعب على الوتر الحساس، كله بيلعب على الوتر الحساس، بيشوف ايه النواقص وايه احتياجاتك وبيديها لك وبيعرف ياخدك. بس للاسف يعني بيعود عليها حاجات سيئه جدا، اولادكم وحياتكم كل حاجه كنتوا انتوا بانينها من البدايه بتتهد، بان مفيش حد بيقبل ان هو يتخان. النهارده الحلقه ان شاء الله هتعجبكم، وهنلاقي حلول مع ضيوفنا باذن الله. فاصل ونرجع لكم تاني. مهران أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة بيروت العربية، الخبير القانوني والمحامي المتخصص في قضايا الأسرة، مدير المركز المصري لقضايا الأسرة والمجتمع، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، عضو المجلس المصري لحقوق الإنسان، عضو المؤسسة المصرية الأمريكية لسيادة القانون. دكتورة عزة حامد زيان حاصلة على دبلوم التنمية الاجتماعية بكلية الآداب قسم الاجتماع بجامعة القاهرة بتقدير جيد جدا، حاصلة على درجة الماجستير من كلية الآداب قسم الاجتماع بجامعة القاهرة، التخصص الدقيق علم المشكلات الاجتماعية والأسرية بتقدير ممتاز، حاصلة على درجة الدكتوراه من كلية الآداب قسم الاجتماع بجامعة القاهرة، التخصص الدقيق علم المشكلات الاجتماعية والأسرية بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلها مع الجامعات العربية والأجنبية. استشاري العلاقات الاجتماعية والأسرية، عضو لجنة التدريب بالمجلس القومي للمرأة، شرفت برئاسة لجنة المرأة بالنادي الأهلي، محاضر اجتماعي سياسي. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل مع ضيوفي في الاستوديو النهاردة، الدكتورة عزة حامد زيان استشاري العلاقات الاجتماعية والأسرية. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله، مساء الورد. والدكتور أحمد مهران أستاذ القانون. مساء الخير، ازي حضرتك يا دكتور؟ منوريني النهارده في الاستوديو. موضوع الحلقه بصراحه النهارده شائك جدا وموجود في المجتمع العربي والمجتمع الغربي، والخيانات الزوجيه واسباب الطلاق. من وجهه نظر حضرتك ايه مفهوم الخيانه؟ بصي بقى، انتوا فعلا مختارين موضوع، تعالي نقول موضوع من اصعب المواضيع اللي احنا بنواجهها دلوقتي. طبعا. وللاسف يعني انتشرت بطريقه كبيره شويه. يعني مثلا النهارده لو انا عندي 10 حالات، في 3 منهم خيانه زوجيه، سواء الزوج بيخون او الزوجه بتخون للاسف. تمام. تعالي نقول ونقصل بقى للفكره، وقبل ما نقصل نقول يعني ايه خيانه بالزبط. بشكل بسيط، يعني 2 اتفقوا على شيء وحد فيهم نقض العهد او الوعد. تمام. وعندنا بقى حاجات كتير جدا ممكن نقول عليها خيانه، يعني في خيانه اصدقاء، خيانه في الشغل، خيانه امانه، خيانه زوجيه اللي احنا هنتكلم عليها النهارده. تمام. فالخيانه للاسف في الـ في الـ في الاونه اللي احنا فيها دي انتشرت بشكل فج بصراحه. تمام، ميرسي يا دكتور. بالنسبه لحضرتك يا دكتور، ممكن تقولي بقى هي الخيانه جرم او جريمه يعاقب عليها قانون؟ شوفي، خلينا قبل ما نتكلم نقول القانون موقفه ايه من الخيانه الزوجيه، اللي هي بتهيألي تعتبر مربط الفرس، الأساس اللي كل الناس ممكن تكون بتشتكي وبتعاني منه وبتوصفه بالأوصاف المختلفة زي ما قالت لنا الدكتورة عز. تمام. وخلينا كمان لما نيجي نتكلم عن
الخيانة الزوجية نوضح أن الخيانة الزوجية لها صور ومناهج مختلفة في تحقيق وتنفيذ هذه الخيانة، كمان لها آليات في تنفيذ الخيانة. لكن في الآونة الأخيرة وفي العصر ده وفي الأيام دي أصبحت التكنولوجيا المتطورة وتكنولوجيا المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي لها نصيب الأسد في تحقيق هذه الخيانة. يا دكتور لو سمحت بعد إذنك سيب الحتة بتاعت التواصل الاجتماعي دي بعدين، عشان دي فعلا هنتكلم عنها باستفاضة، لكن خلينا نقول أن دي صورة أو آلية من الآليات اللي بيتم بيها. وللأسف بيجي لنا في الآونة الأخيرة حالات كثيرة جدا من الرجالة ومن الستات، والمشكلة في الرجالة بتختلف كلية عن مكان اللي بيشتكي ست، لأن الست موقفها في القانون والشرع مختلف تماما إذا وجدت زوجها في حالة خيانة عما إذا هو وجدها هي في حالة خيانة. العرف والتقاليد ممكن تقبل للراجل حاجات ما تقبلهاش للست، خاصة في المجتمعات العربية، بالإضافة لأن القانون والشرع بيدي الراجل حقوق ما يقدرش يديها للست، زي أن المادة 237 خلع العقوبات بتقول أن اللي بيقتل مراته هي ومن يزني بها وضع مختلف في القانون، يعاقب عن جنحة وكمان جنحة بسيطة، والعقوبة فيها الحبس الذي لا يزيد عن 6 شهور وممكن ياخد مع إيقاف التنفيذ، لأن المشرع والشرع بيديله مبرر لارتكاب هذه الجريمة دفاعا عن العرض والشرف. في حين أن الزوجة لو شافت جوزها في حالة وضع خيانة الأمر بيختلف كليا، مش من حقها أنها تبادر بجريمة القتل، لأنها لازم الأول تعرف هي مين اللي معاه، لأن ربما قد تكون مراته، لأن الراجل حق في التعدد اللي مش موجود عند الست. مسائل مختلفة، جانب منها متعلق بالعرف والتقاليد، جانب منها متعلق بآليات تنفيذ القانون وكيفية تحديد العقوبة اللي ممكن تكون موجودة للست اللي تقتل جوزها عشان ظبطته في خيانة، لكن الراجل لو ظبطها في خيانة مش هيتعاقب عليها. عشان كمان المسألة المتعلقة بالشرع اللي بتسمح من الراجل إنه يكون له في حياته أكتر من ست، لأن الشرع بيجيز التعدد لكن ما بيديش الحق ده للست. آليات وصور تحقيق الخيانة، البعض منها بيمارس الخيانة بشكل فعلي وحقيقي وبشكل كامل، الخيانة الزوجية الخيانة الحقيقية، والبعض منها بيمارس الخيانة عن طريق التواصل اللي ساعات بيفسر تفسيرات خاطئة. بمعنى إيه؟ ممكن يكون في علاقات صداقات وعلاقات اجتماعية وروابط بين الأصدقاء البعض بيرفضها في بعض المجتمعات، ويعتبر أن تواصل مراته مع صديق في النادي بعت لها مسج قال لها صباح الخير دي صورة من صور الخيانة. فمفهوم الخيانة بيختلف بحسب التقاليد والأعرف، مفهوم الخيانة بيتغير وبيختلف بحسب الطريقة اللي تم بيها، مفهوم الخيانة بيتغير بحسب القانون الواجب التطبيق على الجريمة والعرف والشرع اللي بيحدد أوصاف وأشكال هذه الجريمة. لكن خلينا نرجع ونقول إن هل موجود في الآونة الأخيرة انتشار للفواحش وزنا محارم وارتكاب جرائم زنا وخيانة زوجية؟ أيوة بقى موجود بشكل كبير جدا، من أهم الأسباب الذي لا يمكن أبدا أن ينكره أو نرجئه، وهو مواقع التواصل الاجتماعي. الناس دلوقتي بيجي لي كتير رجاله جايب سكرين شوت، ايه دي؟ محادثات لمراتي مع واحد وانا عايز اتهمها بدعوى الزنا. كل المحادثات بتؤكد ان العلاقه بينها وبين الشخص اللي تبعت له رسائل وبتستقبل منه رسائل بتؤكد المحادثات على ان في حاجه غلط وان في حاجه حصلت وان في حاجه بتحصل، لكن الست هتاخد براءه من اول جلسه في المحكمه، هتاخد براءه لان الشرع برضو حدد ضوابط وشروط لارتكاب جريمه الزنا ولضبطها، عشان ما تبقاش المسألة مفتوحة ان اي حد يتهم حد بالباطل، فجعل من اهم شروطها انه يضبطها متلبسة وبوجود 4 شهود، شهود عدل. من الشهود دول شهود اشخاص او شهود بيشكلوا صور لآليات ضبط الجريمة، زي ان يتحط الخيط الفاصل ما بينهم ما يعديش من الرجل والست، زي انه يكون في فعل علاج او يكونوا موجودين في مكان مخصص للحريم، الدلالات والامارات اللي تؤكد ان هناك جريمة زنا حقيقية. وبالتالي عشان نتكلم عن الزنا وعشان نتكلم عن الخيانة الزوجية لازم نقول إن ليها صور مختلفة، آليات مختلفة، فكر مختلف، عادات وتقاليد بتقيم ده على إنه خيانة، حد تاني ممكن يشوفه على إنه صديق عادي أو زميل دراسة أو زميل عمل بعت لمراتي صباح الخير، ما بقاش ده دليل على إنها ست منحلة خرجت عن العادات والتقاليد والأعراف وبترتكب صورة من صور الخيانة. مراتك لما تحس إنها بتعمل مشكلة وممكن تكون على علاقة بشخص أنت بتشك فيها ما تكملش معاها، لكن ما ترفعش دعوة زنا وتتهمها بالباطل ويتضح بعد كده انك ما عندكش دليل غير مجرد رسالة على ماسنجر او على واتساب لا تؤكد على ضرورة وجود جريمة حقيقية. وصل الفكرة؟ تمام، ميرسي يا دكتور. دكتور عزة، ممكن اعرف من وجهة نظر حضرتك مدى وافع الخيانة بالنسبة للمرأة والرجل؟ لا دي كتير قوي بقى.
بس عايزه الاول اعقب بس على الكلام اللي قاله دكتور مهران، طبعا رائع جدا جدا. وعايزه اقول على موضوع السكرين شوت ده، فعلا تقريبا ده سيناريو بيتكرر كل يوم، يعني نفس الكلام. يجي زوج مثلا، يجي لي زوج في الاول بيقعد يعني يلف يدور شويه، يعني بتاثر في كذا، بتعمل كذا، وفي الاخر يطلع الموبايل ويطلع لي سكرين شوت ويقول لي في واحد في حياتها، تمام، وبيطلع في الاخر انه فعلا هي على علاقه او على علاقات كمان باشخاص اخرين. في منهم، والمفارقه هنا، في منهم اللي عايز يكمل فعلا، اللي مش عايز يطلق، وفي منهم اللي خلاص يعني واصل للحد خلاص يعني. فطبعا يعني بمفهوم او بالمفهوم الطبيعي انه المفروض زي ما دكتور احمد قال كده، انه خلاص مش عاجبك طلق، ما تكملش. لكن للاسف في منهم بيبقى عايز فعلا يكمل، وانا بقول للاسف لانه المفروض انه احنا حفاظا على كرامتك، حفاظا على كرامتك وحفاظا على ماء الوجه، المفروض ان انت صحيح، لانه امر غير طبيعي انه في راجل يتقبل. لما بتقول له كده دكتور عزه، انا اسف ان انا بقطعك، لما بتقول له كده بقول له طلعي، يقول لك هو انا مجنون اطلقها ازاي بيه؟ أقوله طلقها، مش أنت شاكك فيها في سلوكها؟ يقول لك لو طلقتها هدفع لها مؤخر صداق ونفقت عدة ونفقت متعة، وهتاخد مني العيال، وهتاخد الشقة بقرار تمكين، وهتاخد قايمة المنقلات العفش. لو طلقتها أنا اللي هطلع، هطلع بره في الشارع وهي هتفضل جوه البيت، هطلقها إزاي؟ دكتور أحمد، يمكن نوعية الناس اللي بتختلف غيرك ليه؟ لأنه أنا بيجي عشان الحياة تستمر، حضرتك بيجوا لك عشان تشوف لهم منفذ قانوني، يعني انه يخرج باقل الخسائر. ده حقيقي. نرجع ونقول ليه بنخون، ليه احنا بنخون؟ عشان حاجات كتير قوي. تيجي نعد؟ يا ريت. ورقه وقلم بقى ونعد. اتفضلي. بنخون، اولا تعالي في الاول فاكره الحلقه اللي احنا قلنا نختار ازاي، ومن اهم شروط الاختيار نوصل لمرحله الانجذاب. يعني ايه؟ نكون عاجبين بعض كراجل وست. انا شفته فعجبني، فهو شافها فعجبته، عشان في الاخر ما نوصلش للمرحله دي تكون اوريدي عجباه فما يضطرش يخونها، او كمان بتبقى عجباه في الاول بعد كده ما بتعجبوش بعد الجواز. مع مرور الوقت، صح، مع مرور الوقت والزمن بتحصل بقى اختلافات في شكلها، في روحها كمان، لانه في مسؤوليات. وهنا ما نقدرش برضو نلوم الزوجه، لانه احيانا هذا الزوج الخاين، او هذا الزوج اللي بيلوم الزوجه ما بيكونش متحمل مسؤولية ورامي كل المسؤولية على الزوجة. على عاتقهم. فأول حاجة كده تعالي نقول إنه خلاص مش مالين عين بعض، فدي أول حاجة. طيب إيه بعد كده؟ عندنا إحنا قلنا بقى هنعد أسباب خيانات كتير. أنا تم إجباري على هذه الزيجة، في كده في كده، سواء راجل أو ست. أحيانا البنت ما بتبقاش عايزة تتجوز هذا الرجل، ولكن الأهل بيجبروها فتتجوزه، فخلص هي مش متقبله اساسا. كمان عندنا نوع من انواع العجز، سواء عند الراجل او الست، او عدم الرغبه الجنسيه، فده بيخلي او بيدفع الراجل او بيدفع الست انه خلاص ما يتقبلهاش. عندنا النفور اللي بيحصل ما بين الراجل والست كمان. طب دكتور معلش هستاذنك، بس معانا مداخله تليفونيه. اتفضل. الو. خدي المداخله. الو. الو. ايوه اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لك انا جوزي بقى كل شويه اعرف واحده شك. طب وحضرتك عرفتي ده منين؟ انا بشوفه التليفون وكله. بشوفه حقيقي والتليفون. يعني حضرتك بتشوفيه في حاله تلبس مع واحده تانية، ولا بتشوفيه عن طريق التليفون او الواتساب او اي حاجه من ال نعم؟ عن التليفون. عن تظبطه بيتكلم على التليفون. طيب واجهتيه قلتي له ان انت سمعتيه بيتكلم مع واحده ثانيه في التليفون؟ الراجل الجدع بينكر. حضرتك واجهتيه يا فندم؟ واجهتيه بالخيانه دي؟ واجهته. طب وكان رد فعله ايه؟ انا محر، انا لو هتجوز انا محر، لو عايز اتجوز انا هتجوز. حلو قوي الحته دي على فكره. تمام. طيب طب حضرتك هو مش عاجبه فيكي ايه، او ليه راح لواحده تانية؟ ما اعرفش حتى لحد ما قلت له ننفصل ومش راضي، قال لك لا ما تنفصليش. يبقى بيحبك يا حاج. امال يعمل كده ليه؟ ده حتى مع الاقارب، حتى مع الاقارب ليه؟ حتى 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 مع مرات ابنه يعمل كده؟ مع مرات ابنك؟ ده عنده مشكله. لا ده هنا في مشكله، ده زنا محارم. ايوه وشفته حقيقي كده.
طب حضرتك بتوجهي سؤالك للدكتور احمد ولا دكتورة عزة؟ انقطع الاتصال للاسف. خلينا نرد على الجزئيه دي، ده مهم جدا، جزء ده مهم جدا. ده مريض، ده وصل لمرحله المرض النفسي اللي ممكن يوصل ليها الرجاله في سن متاخر، اللي ممكن يشكل صوره من صور المراهقه المتاخره اللي تخليه يبقى بيبص لاي حد وممكن يلفت نظره اي حد حتى لو كانت مرات ابنه. ده محتاج الدكتوره عزه ومحتاج طبيب نفسي ومحتاج علاج مكثف الحقيقه، مكثف لحد. بس اولا لازم يعترف هو انه عنده مشكله، دي اول خطوه من خطوات الحل، لانه لو مش معترف ان هو عنده مشكله اولا مش هيلجا لحد، مش هيروح، فبالتالي مش هيتحل. هو مش معترف لان هي لما بتواجهه بالخيانه بيقول انا حر، انا حر. انا وعايز اقول لك برده النقطه دي مهمه، الراجل لما بيبقى بيخون او على علاقات متعدده لانه ما بيحبش مراته، بيبقى انها تكتشف ده وتقول له انا عايز اتطلق مصلحه وبريني واطلقك، وهو هيتجوز بقى. انما لما يكون هو بيحب مراته اصلا وده امور يعني على هامش حياته لكن لا تشكل جانب اساسي من حياته، بيحب مراته وعايز يكمل، بينكر او بيقول لها ان ده مش حقيقي، دول زمايلي، دول اصدقائي، دي اوهام في دماغي، الكلام من ده. وفي نفس الوقت بيبقى حريص على اكتمال حياته الزوجيه معاها، ولو عايز يتجوز كان بيقول لها بصراحه كنت اتجوزت، لكن هو مش عايز يتجوز عليها، هو مش عايز ست غيرها. لكن في نفس الوقت ممكن يكون بيمارس بعض الاشياء الخاطئه في حياته والنزوات الخاطئه في حياته اللي بيشوفها من وجهه نظره لا تشكل خطوره على استمرار وبقاء حياته. حاجه ثانيه مهمه جدا الناس مش فاهماها عن الراجل. بصي شوفي يا دكتوره عزه، ركزي معايا في الكلمتين دول. انت وباري يا جماعه لازم نفرق ونميز بين حقيقه الراجل وطبيعه شخصيته وحقيقه الست وطبيعه شخصيتها. اكيد الراجل بطبيعته كائن تعددي، الراجل بطبيعته كائن تعددي، قلبه عامل زي البطيخه فيها بذر كتير. انا بتكلم بجد والله، انا بتكلم بجد، كائن تعددي يميل للتغيير والتبديل، بيزهق وبيمل بسرعه، وبالتالي حتى أكيد الستات عشان عارفين كده شريعه ربنا انه لرجل يتعدد. عايز اقول لك ان الستات عارفين ده، الست والستات بيقولوا لبعض غيري عشان الراجل بيمل وبيزهق، غيري من نفسك. الستات بياخدوها بتفكير ضيق، فتقوم تغير في شكلها، تغير لون شعرها، تغير ستايل لبسها، برده ما ياخدش باله. هو مش محتاج تغيير في شكلك وفي لبسك، هو محتاج تغيير في روحك، في الروح، في ادائك اللي بتتغير مع بيشوف واحده تانية مختلفه اوحش منك في الشكل وبتلبس اقل منك بس عندها روح مختلفه. ده حقيقي كلام الدكتور فعلا حقيقي. هو برضه ليه هو برضه ليه؟ لان هي ادت له احتياجاته، عشان كده بنقول العطاء لازم يكون في ضوء الاحتياج. الرجل محتاج اشياء كتير جدا، الرجل طفل محتاج طول الوقت ام تريحه بالظبط، تطبطب عليه وتديه عشان تفضل طول الوقت موجود جنبها وموجود معاها، يلف ويرجع لها، الاحتياجات الاساسيه اللي هو. فالراجل بطبيعته كائن تعددي يميل للتغيير والتبديل لانه بطبيعته بيمل وبيزهق. الست لا، الست بطبيعتها الفطره اللي جبلها عليها ربنا كائن احادي، يبقى في حياتها راجل واحد بس تدور في فلكه، هو محور اهتمامها، تلبس عشانه وتتزوج عشانه وتطبخ عشانه، هو كل حاجه في حياتها. الست اللي بتعرف اكتر راجل من حياتها دي ست خرجت عن الفطره، عن الطبيعه، دي ست شاذه. والراجل كمان اللي ما بيشوفش وما بيحسش وما بيسمعش وما بيلفتش نظره ست غير مراته برضه راجل مش طبيعي، لانه مش طبيعته انه يبقى احادي. بس في ناس يا دكتور بتحب بجد فما بتشوفش غير اللي بتحبه. لا لا بيحب بجد ومش ممكن يشوف غيرها وممكن يحب غيرها، لكن هو طبيعته كراجل، انا بكلمك كراجل بيبص وبيشوف وبيعجب. لكن في حد بيعرف يعمل كنترول على نفسه وما يظهرش ده، وفي حد ما بيعرفش يعمل ده، ده الفرق. لكن الراجل يقولك انا لا وما بشوفش غير مراتي ما صدقيهوش، طبيعته مش حقيقيه. ايه الحد اللي بيوصل او ايه اللي بيحد اللي يخلي هذا الرجل يكمل ويخون او يقف لحد هنا؟ هي التربيه والتنشئه والقدوه الدين. هل هو الوزع الديني ربنا قبل كل حاجه، قبل طبعا الدين، ولكن خلينا نتكلم طبعا الدين هو الاساس، ولكن نتكلم فعلا ونقول هو اتربى ازاي، نشا على ايه. لانه يعني دلوقتي احنا كنا بنسمع حكايه دلوقتي الرجل بيعمل كده، النموذج بيعمل كده، الاب بيعمل كده، الكبير بيعمل كده، فمين شايفه؟ اولاده وبناته القدوه. دلوقتي احنا دلوقتي عندنا بنربي هنعلمه ماس فين وهيتعلم لغات ايه، لكن هيحفظ ايه من القران؟ الدين مش موجود، هيعرف ايه من دين، هيعرف ايه من اخلاق النبي، هيعرف ايه من السيره النبويه والقدوه، هيعرف ايه مهم. من حقوقه، هيعرف ايه من واجباته، هيعرف ايه من مسؤولياته. للاسف بالنسبه للجيم وبالنسبه للنادي وبالنسبه للغات وبالنسبه للحاجات اللي تنفعه في حياته من غير ما نفكر باللي هينفعه في اخرته. مع ان كان واحنا صغيرين لما كنا بنروح الكتاب كنا بنحفظ قران، كان من اهم الحاجات اللي بيغرسوها جوانا ان انت لازم ده الاصل، لانك لو اتربيت وتعلمت من صغرك الالتزام بالطاعه والصلاه والعبادات والحلال والحرام والقران هيفضل موجود معاك مهما تغير بك الزمن، حقيقي. مهما الدنيا خدتك يمين وشمال هترجع لاصلك.
لميولك لعقيدتك لتربيتك. لكن احنا دلوقتي الناس بتربي غلط، الاجيال اللي موجودين من اباء وامهات دلوقتي ما تربوش، ده حقيقي، فمش عارفين يربوا اولادهم، فبيخلق شباب وبنات حياتهم فاشله. لا الولد عارف يختار صح ولا البنت عارفه تكمل حياتها. البنت تبقى متجوزه جوزها، وانا عندي حالات تبقى متجوزه هو على علاقه باكتر من راجل وبتكلم اكتر من حد، هو مش مالي عينيها، مش مقتنعه بيه. طب اتجوزتيه ليه؟ كانت بتحبه في وقت من الاوقات. طب وايه اللي حصل؟ أو ما مفهوم كانتش الحب اتغير يا دكتور، يعني كانت معجبه او مهووسه ببعض الاشياء. احنا مفهوم بنتجوز اتغير. حتى مفهوم الجواز، مفهوم الجواز حتى اتغير. احنا بنتجوز عشان حاجات بعضهم كتير بيعملوا مصالح، لا تموت بيزنس، لا تموت لاساس الجواز بصله. بنتجوز المفروض عشان نعمل اسره، عشان نعمر الحياه والارض، عشان نعرف بعض. ولكن احيانا احنا بنتجوز عشان حاجات تانية كتير خالص، عشان يعني نقضي مع بعض شهرين ثلاثه حلوين. طب معلش انا عايز استاذنكم بس في حاجه. ام جانا اللي كانت متصله دلوقتي بتقول سؤال، يعني هل انها تسامح مرات ابنها دي ولا ما تسامحهاش؟ هي هو فعلا شافت ان في علاقه ما بين جوزها ومرات ابنها، هي شافت بكاسة. شافت فعلا ان في علاقه موجوده، لازم ينفصلوا عن بعض، ما يعيشوش مع بعض. قالت اه شافت لازم ما يعيشوش مع بعض في بيت واحد، ده امر ضروري جدا. فكره بس انا عايزه اقول بس اكيد في ملابسات كتير وتفاصيل كتير. هو الفكره دلوقتي ما بقتش بس في الاب، الفكره كمان في ابنها، والفكره في البنت، والفكره في الثلاثه. المفروض ان هم اصلا ما يعيشوش مع بعض، يعني الابن ده ومراته. انا بقصد انا مش طبعا مش هعرف اقول الإجابة واضحة وصريحة ودقيقة من غير ما أعرف تفاصيل معينة، فيعني ممكن تاخد تليفوني وتكلمني وإن شاء الله هتعمل إيه. أم جانا بعد إذن حضرتك ممكن تاخدي رقم الدكتور من على الشاشة وتتواصلي معاها. شاب كان بيقول لي إن مش عارف يعمل يحل مشكلة، مشكلته إزاي، لأنه مجند وهو في الجيش بيعرف إن مراته أخوه وأبوه بيعتدوا عليه، ومش عارف يعمل إيه. يعني يعمل ايه مع ابوه واخوه؟ فده موجود كتير في بعض المجتمعات للاسف. في ناس بيعتبروا ان اخوه مش موجود، هو محل اخوه، يسد مكانه في اي حاجه. دي برضو التقاليد واعرف الحمو طبعا طبعا، ده حديث النبي عليه الصلاه والسلام. نرجع للوازع الدين، اهو رجعنا تاني من الوازع الديني. لا ده اساس طبعا، الوازع الديني طبعا. غير كمان انه فتحنا في اول حلقه موضوع مهم قوي قوي لازم نركز عليه، مواقع التواصل الاجتماعي ده حقيقي سهلت كتير جدا جدا جدا. وغير كده كمان الاعلام قربت المسافات. انا الحقيقه عايزه اقول حاجه مهمه، انه احنا عندنا في اعلام ايجابي واعلام سلبي، تمام؟ وفي طبعا اوقات بيطلع على الشاشات ناس لا يمتوا للعلم بصله، ده حقيقي، من حمله الالقاب الوهميه للاسف، ده حقيقي، وبيتمرروا كده ويطلعوا على الشاشات. بس اعتقد يا دكتور ان دلوقتي بقى في قانون لده، ان اي حد ينسب لنفسه صفه دكتور بقى في كمان متابعه او كده. ده مشددة. ارجو ده لانه انا هحكي طيب واقعه حقيقيه وحصلت، انه كان في حد كان بيكتب تايتل ان هو تنميه بشريه، مناسبه بقى الخيانات. فسيده شافت هذا المدعي يعني، فعجبها كلامه جدا جدا، وابتدت تتواصل معاه عن طريق صفحه رسميه، وبعد كده عن طريق التليفون، وبعد كده عن طريق التليفون بزعم وبدعوه انه شخصيه مهمه جدا وشخصيه محترمه جدا، ولكن في الاخر ختمت في الاخر بعلاقه كامله. وهي طبعا حالات كانت كتير زوجه اشتكت منه. طب وكانت مشكله وكانت على القضاء كمان يعني. انا بقصد انه الناس تاخد بالها كويس قوي هي بتروح لمين، لو هم هيروح لاستشاري علاقات اسريه او تنميه بشريه مثلا، ويتاكد انه هذا الشخص يعني فعلا حامل للقب وحامل لعلم قبل ما تروح وتفضي اليه بسر. صحيح. عن اذنكم بس هناخد اتصال. الو الو الو، مساء الخير، اتفضل حضرتك. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اتفضل يا فندم. احنا في نقطه اساسيه لازم نتكلم فيها قبل كل شيء. عفوا انا ما سمعتش حضرتك. في نقطة أساسية لازم نتكلم فيها كل شيء. اتفضل. أول نقطة احنا ما فيش حد بيفكر فيها، إن من أسباب الخيانة البداية الزوجية نفسها، البداية اللي لازم تبقى فيها الجواز. بمعنى إيه البداية الزوجية؟ هل الاختيار مثلا ولا العلاقة ما بين الزوج والزوجة؟ عن الاختيار وبدون ضغط من الأب والأم. انت متجوز؟
نعم. انت متجوز؟ اه متجوز. اخترت مراتك بارادتك انت اللي كنت بتحبها وعايزها؟ انا كنت بحبها وعايزها، بس هي ما كانتش تعرف ان انا بحبها وعايزها. وهي لما انا ولما اتجوزتها كانت هي بتحبك؟ لما اتجوزتها وعرفت ان انا بحبها وعرفت اعرف وحكيت لها قصته كلها بالنسبه لها حبتني كانها عارفاني من سنين. وانت لسه مكمل معاها دلوقتي؟ اه لسه مكمل معاها والحمد لله، بس انا الاسباب ديت ان انا اتكلمت كتير عن موضوع الخيانه. في قدامك حالات انت بتتكلم عنها بشكل مباشر، يعني في حالات جنب منك انت لامسها شايف ان سبب عدم وجود حب، عدم وجود حسن اختيار او اختيار بحريه هو ده اللي ادى لوجود خيانه؟ اه طبعا يا فندم. ونتيجه اكتشاف الخيانه ايه؟ تمام يا فندم، يبقى في مشكله المفروض ان احنا يعني الفتره اللي فيها فتره خطوبه ديت بلاش الوعود الكتيره. بلاش ايه؟ الوعود الكتير. فترة الخطوبة ممكن ممكن بس حضرتك ترفع صوتك شوية عشان نسمعك بوضوح. سامعني كده يا فندم؟ اتفضل. حضرتك يا فندم للأسف بتبقى في أوقات بتبقى فترة الخطوبة ديت فترة بتبقى فترة تعارف. تمام. لازم يبقى في الاتنين صراح مع بعضيهم عشان ما يعيشوش المأساة بعد الجواز. تمام. شكرا لحضرتك، ميرسي جدا لذوق حضرتك. عايز اقول لك نقطة مهمة جدا جدا فعلا، يعني التوقعات العظيمة اللي بتبقى مع في ذهن الرجل او في ذهن البنت كمان بتتحطم احيانا كتير جدا في الجواز نفسه. اول اسبوع احيانا انا عندي حالة اتحطمت توقعاته في اول يوم، لان هو بالظبط في اول ثلاث ساعات بالظبط في اول ليله لما يجي وانا عندي حاله ومرفوع بيها قضيه. لما يجي في ليله الدخله ويبدا ان هو يداعب زوجته عشان يدخل بيها وبعدين يكتشف انها ثيب، فتبدا حياته تتحطم فجاه، ويبدا ويكلم اهلها ويجوا ياخدوها ويتفاجئ ان احنا بنعتذر لك وهنحل بالمعروف وهتاخد حاجتك واحنا اسفين وعشان الفضايح ويمشي، وبعدها باسبوع يلاقي مرفوع عليه دعوه خلع في المحكمه ان هو اللي عنده مشكله. احنا بنشوف حاجات عجيبه في المحاكم وفي مكاتبنا، بنشوف حاجات يعني عقلنا بيبقى مستغرب. كمان حاجه ثانيه مهمه جدا، الجهل الجنسي اللي مرتبط بكيفيه. مفيش ثقافه جنسيه. ايوه، لان اللي بيحصل فشل نتيجه البنت ما عندهاش درايه، امها ما فهمتهاش يعني ايه جواز، والولد عنده ثقافه خاطئه من اصدقاء السوء فاهم حاجه ثانيه غير الحقيقه، فبيحصل شوك، تحصل صدمه، ما بيقدرش يحصل التوافق الفكري والجنسي والاحساس والراحه اللي يحس ان هي بيشبع رغبتها وهي بتشبع رغبته، ويحس ان بالتكامل ما بينهم فيحصل نفور وتبدا هي تدور على حل تاني في العالم الافتراضي في الفيسبوك بقى وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تدور على حلول بديله. انا زي ما قلت بتبقى فريسه سهله جدا جدا جدا، غير انه ما فيش كلمه طيبه او غياب الكلمه الطيبه ما بين الرجل ومراته. احنا بنلاقي انه الحياه بقت عمليه بزياده قوي ده يعني حقيقي. الحياه واخده قوي الراجل، واخده قوي الست بمهامها الكتير قوي بالنسبه للبيت والولاد، وكمان لو بتشتغل كمان فبتبقى منهكه تماما. مفيش حتى وقت الكلمه طيبه، مفيش تسلم ربنا يخليك لينا، هو كمان يقول لها كلمه مفيش كلام جسدي حتى، اللي هو مفيش طبطبه يعني، مفيش احتواء، مفيش عناق. كتير مثلا لما زوجيني يجوا لي بقول لهم طب انتوا بتقعدوا على الكنبه كده تتفرجوا على التلفزيون، تبقوا قاعدين جنب بعض كل واحد قاعد على الموبايل بتاعه على طرفي الكنبه، كل واحد ماسك موبايله كورنر كده وقاعد. ما هو لازم يا دكتوره يبقى بعيده عشان وهي قريبه هتشوف الشاشه، هتشوف الشات، هتشوف هو بيكلم مين، وهتشوف هو بيتكلم مع مين، هتشوف الشاشه الموبايل. حتى الكلام نفسه مفيش كلام ما بينهم، لغه التواصل مش لاقيين، مفيش لغه حوار يا دكتور، مش لاقيين حاجات يتكلموا. حتى انا بقول لهم مثلا طيب انتوا مش لاقيين حاجه تتكلموا في مشاكل، بيشبطوا ببعض وبيتخانقوا، طيب تعالوا نفتح كده مع بعض موقع من المواقع الاخباريه مثلا لطيفه بتجيب اخبار كتير ومتنوعه، تتبادلوا قضيه الحديث، نقرا ثلاث اربع مثلا اخبار ده عندنا عن في مصر. حاجات حضرتك عايشه معانا في مصر. لا معلش استاذ فعلا يعملوا كده، معلش استاذ حضرتك يا دكتور معانا اتصال. الو جنى، وعليكم السلام. سوري مي. الو ايوه مساء الخير يا مي، اتفضلي. لو سمحت انا كنت عايزه اعرض مشكله. اتفضلي حضرتك. هو انا متجوزه بيت عيله، وبعدين اكتشفت يعني كنت انا سايبه مفاتيح تحت بيت العيله وكده، وكنت وانا نايمه بلاقي يعني حمايه داخل عليا، ومثلا ببقى انا في وضع
ينفعش انه يشوفني وكده. اتكلمت معاه مره واثنين وثلاثه، مفيش فايده، العلاقه بدات تتدهور، ان هو يقول لي بحبك وكلام فظيع، يعني وبيقول لي ان هو يعني عمل حاجات كده وانا نايمه وما حسيتش بيه، بس انا والله ما حسيت بيها خالص. جوزك فين يا مي؟ هو بيكون مشى، يعني مثلا هو شغله بيكون بالليل، بيمشي بالليل مثلا او الصبح بدري. فانا قلت له لو ما بطلتش انا هقول لحماتي وكده، فهو يعني زي المتهور. جيت انا خصمته وقالوا لنا انت مش هو في ايه. جيت انا يعني بدون قصد قلت لحماتي ان انا ببقى نايمه في وضع مخل بلاقيه قدامي، فردت عليا قالت لي ازاي، قلت لها وبيقول كلام ما ينفعش يتقال، وغلطت اقول له انا زي بنتك، انا دور من يعني دوري من دور من عيالك، وبتكلم معاه كتير كتير، وبعد اقول له اقول لجوزي ويقول لي قالت لك ايه بقى حماتك؟ قالت لك ايه؟ قالت لك ايه حماتي؟ ردت عليا قالت لي هو طيب زياده عن اللزوم، فانت هو طيب زياده عن اللزوم، فده هو على فطرته، اتعامل بفطرته. بس فطرته فطرته ان هو يخش على مرات ابنه او واحده زي بنته. مي هو مفتاح الشقه لسه معاه؟ استني بس انا هجيب لك حقيقي دلوقتي. يا مي قولي لي يا مي، هو لما يعني الموضوع ده اتكرر اكتر من مره، انت ما فكرتيش ان انت تقولي لجوزك، ولا انت خايفه ان يحصل مشكله؟ لا انا فكرت وفعلا قلت لجوزي، فلي عمات كتير وقفهم وقالوا لي استحاله ده، انه لو عارف، وانا عندي اتنين تانيين قالوا لي انه لو عارف الكبير مش هيصدقك وهيطردك بره من البيت خالص. فانت خفتي بقى ان انت تكملي الموضوع عشان ما تخسريش بيتك؟ خفت عشان ما اخسرش بيتك طبعا. طيب بالنسبه لكن تخسري نفسك عادي، لكن بالنسبه للمرات اللي حصل فيها ان هو دخل عليكي وحصل حاجات وانت ما حسيتيش وما خدتيش بالك كنت نايمه، الحاجات دي انت ما حكيتيها لحماتك ولا ما قلتيهاش؟ قلت لحماتي ان انا ببقى نايمه في وضع مخل. لا بتكلم على المرات اللي دخل فيها عليكي وانت نايمه وحصل حاجه وانت كنت نايمه ما حسيتيش. هو قال لي حصل وانا بشوف انت لابسه كذا كذا، وبتفاجئ ابص في السبته بتاعت الملابس بتاعتي الاقيني. وانت مش عارفه حصل ولا لا؟ مش متاكده يعني يا مي؟ لا والله ما انا في تخيلاتي ما حصلتش ابدا ابدا خالص، بس من كلامه ببص للهدوم بحس ان هو اوقات صادق واوقات كذاب، مش عارفه تصدقه ولا لا، يعني مش عارفه هو بتخيل ولا هي صراحه. طب انت ناويه تكملي يا مي على الوضع ده ولا ناويه تعملي ايه؟ لا المشكله اللي انا خدت مفتاح منه، خدت المفاتيح، كل ما اخد مفتاح اتفاجئ الاقيه بدخل بمفتاح تاني، كل ما اخد مفتاح اتفاجئ الاقيه بدخل. طب غيري الكالون يا مي. لا ما تغيريش الكالون، انت غيري جوزك. انا لو غيرت هو جوزي ما يعرفش، وانا لو غيرت الكالون هو ما يعرفش، جوزها هو اللي بيركب الكالون بتاع البيت. قولي طب قولي لجوزك ان انت عايزه تسكني بره. مفيش في مقدرتنا ان احنا نطلع بره، ولا مفيش. طب انت رايك الحل ايه يا مي؟ تفضلي مكمله؟ انا لا، انا رايي ان انا اتكلمت معاه اكتر من مره وقلت وما بيستجبش، هنعمل ايه؟ لا حماتي بقى بتقول لي على فطرته، ولما اجي اتكلم بيحسسوني يقعدوا يقولوا لي مش عارف اللي احترق على عدوي. طب لمحي لجوزي كمان. يعني دي تهيؤات يا مي انت بتهيألك؟ لا ده اكيد. هما بيحاولوا يوصلوا لك ان دي تهيؤات في خيالك، وان الراجل اللي على فطرته والراجل حلو وجميل وانت اللي بتهيالك حاجات. يعني لما يدخل ده على فطرته ده. طب ممكن يكون بيتهيالك صحيح يا مي؟ انا وقفت واتكلمت معاه وخدت المفتاح منه كم مره. كم مره خدته من ايده وعملت مشكله مع حماتي، يجي يقول لي انت كذابه وما حصلش، انا كنت طالع وما حصلش الكلام ده، وبيطلعني كذاب. وما انا ابقى تحت، انا قاعده في عيله اصلا، لما ابقى تحت مثلا يقعد يقول لي بحبك، مش عارف، ما بشوفش الا انت، يعني كلام حقير ما يتقالش. انا ما كنتش عارفه اعمل ايه. جيت قلت لجوزي مره، قلت له يعني انا قرات في على نت، او انا ماليش في النت عامه ولا في التلفزيون، جيت قلت لجوزي انا شفت واحده في التلفزيون بتتصل بتقول ده حماها بيطلع لها، وجبت على اساس التلفزيون، قال لي ده واحده ناقصه ومنحله. ولو قلت له طب لا قدر الله لو مثلا انا مثلا بعد الشهر ده استوعب ان ممكن يحصل ده من ابوه، قلت انت عملت ايه؟ قمت انا قايل لي ده انا كنت ارميكي بره البيت، لان انا عمري ما عندي بقى العكس ان هي البنت اللي بتعمل كده مع حماها وبتاخد منه كل اللي هي عايزاه. بصي يا مي، بصي يا مي، يعني خلينا بقى نمشي كده بالتدريج عشان برضو البيت نحافظ عليه لاقصى مدى. يعني اول حاجه غيري الكالون، تاني حاجه ابتدي لمحي لجوزك وقولي له. لا فين اهلها؟ هي تقول لي اهلها بس هي. يعني اهلها يتدخلوا يقعدوا مع جوزها ان ابوك بيحاول انه يعتدي على مراته. خلي دي مرحله لاحقه يا دكتور، غير صحيحه يا دكتور، خلي دي مرحله لاحقه للزوج. يعني بعد ما لمح للزوج، لو الزوج ما عملش حاجه من فضلك اهلك يتدخلوا.
لازم اهلها يتدخلوا. لو لازم في تدخل من الاهل. شكرا يا مي ميرسي. لو في استطاعه يا مي ان انتوا تسيبوا البيت يبقى طبعا يعني ده عشان تحافظوا على البيت، لكن لو ما فيش استطاعه يبقى كده مش هينفع. للاسف ده موجود وبصور مختلفه. احنا بنشوف دلوقتي مشكله مي ان حماها بيعتدي عليها. في حالات بقى العكس، عارفه ان حماها هو اللي في ايده كل زمام الامور بالنسبه لاموال العيله للاسف، وهو اللي بيصرف، هو اللي مثلا هو اللي بيدي حتى فلوس لجوزها، فهي اللي بتستغله وبتاخد منه اللي هي عايزاه، وبتستخدم حماها في ده، وبتقول لك هو عندي، هو انا بالنسبه له الدنيا والاخره، انا فوق وانا تحت، ولو بطلب منه اي حاجه يجيبها لي لان عارفه بتدي له ايه. فده موجود وده موجود. طبعا. وده برضو ارجع واقول لك ان الوازع الديني، اخلاق الدين، التربيه ما بقاش ليها دور، ما بقاش ليها وجود في مجتمعنا، وبالتالي انتشار الفواحش، انتشار زنا المحارم، مواقع التواصل الاجتماعي، الدنيا بقت سهله وبسيطه. زمان لما كان حد يبقى عايز يشوف واحده يعدي من تحت البلكونه كانت الناس تبقى صعب ده تواصل، دلوقتي بسهوله طيب. جدا تقنع اهلها ان هي ما تعرفش حد وانها ماشيه على الصراط المستقيم وهي جوه في اوضتها بتتصور وتعمل كل حاجه. تعمل كل حاجه. ما نقدرش بس نغفل سبب مهم برده من ضمن الاسباب، الدوافع الانتقاميه. احيانا الانتقام سواء من الراجل او من الست بيؤدي للخيانه. يعني مثلا إساءة معاملة الزوج، في عندي حالة دائمة الإساءة بكل أنواع الإساءة، تمام، سوء عشرة بكل ما تحمل معاني سوء العشرة، ضرب وشتيمة وإهانة وذل وعدم إنفاق، نعم، وعامل مشاكل كتير مع أهلها كل، ومش شايفها أنثى، ويعني بيخبط في الانوثه بشكل فظيع جدا. فهي تعمل ايه؟ فهي تعمل ايه؟ انه انتقم من الراجل ده ازاي؟ فما عندهاش بالنسبه لها وسيله اخرى الا شرفه، تنتقم منه في شرفه. زي ما انت عملت انا هعمل. ممكن ما يكونش بيخون لكن هي عايزه تنتقم منه، هي مش قادره عضليا تضربه، مش قادره تسيب البيت لان هو بيصرف عليها وهي ما عندهاش مورد تاني، فتعمل ايه؟ طب انتقم منه هو ما يعرفش انا بخونه. ممكن كمان العكس، يعني لظرف معين هو ما يقدرش يطلقها، تمام، ولكن هو من جواه انا انت السبب في ان انا مش عارف اتجوز تاني مثلا، لانه لو اتجوز تاني فالمفروض انه هي هتبقى حاضن فهتقعد في الشقه فهتطلق فهو هيدفع لها فلوس، فكل ده هو ما عندوش الامكانيه والقدره، فهيعمل ايه؟ فهيخون. للاسف وقت الحلقه خلص. انا بشكركم جدا، وفعلا الموضوع ده موجود في كل البيوت وفي كل المجتمعات، وفعلا هو مش محتاج حلقه ولا اتنين ولا ثلاثه، للاسف هو محتاج حلقات كتيره جدا عشان نعرف نلم حتى طرف واحد من اطرافه. فان شاء الله اوعدكم بحلقه تانية من الخيانه الزوجيه. بشكرك يا دكتور. ميرسي. بشكرك يا دكتور، شرفتوني. ميرسي اعزائي المشاهدين، والى اللقاء في حلقه جديده من الحياه اسرار.